الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. أهلا وسهلا بالشباب. الأخوة شبابنا بالمجدر وبالمنطقة، طبعا أنتوا أملنا ومستقبلنا الواعد، وكل مجتمع دائما بيكون تحركه الإيجابي من خلال شبابه، ونحن الوقفة وقفة أضافت صفحة للصفحات المتعددة لجولان سجلها بتاريخ المجد، وهذه الصفحة صفحة ناصعة وما بتكلش عن الصفحات اللي سبقوها سواء من إعلان الإضراب أو المواقف الثانية. يا أهلنا، نحن جايين من مسعدة مش لنتضامن معكم، لأنه اللي بيجي بيتضامن بيكون الصديق. نحن شركاء جايين لحتى نقف بجانبكم، الكتف بجنب الكتف، الإيد الساعد بساند ساعد، نقف صف واحد بوجه العدو المشترك، العدو اللي هو طامع بأرضنا، طامع بكرامتنا، بده ينتهي كرامتنا، طامع بكل شيء بنملكه. نحن بعون الله كلنا وقفة سابقة ولا تزال مواقفنا مستمرة، واللي بيشوف هالإنجاز اللي عم يتم على إيدكم بيقول نحن بألف خير، والتقدم والمسيري باتجاه الأمام بعون الله. نحن اللي بنقول مثل ما تفضل الشيخ أبو زين الدين، الموقف مش بس لأهل ميدان شمس، الموقف لكل جولان والنصر لكل جولانيين. وهالشيخ جبل الشيخ هذا بيعتز يشوف بصفحه هالمشايخ، وان الله راد قمته دائما هي مكللة بالبياض، والقمم هذه بدها تضلها بيضاء. هذا المشروع عادي وقايم لكل الناس، ما حدا له اكثر من الثاني فيه، سواء كان من المسجد ولا المسعدة وبالقاعدة، وعن ثاني كلنا بلد وحدي، كلنا عائلة وحدي نعتبر. وبالفعل يعني عز وكرامة هذه الوقفة، وقفة عز اللي نحن بنشوف حالنا كلنا مشايخ وشباب من كل أطياف المجتمع، كلنا يد وحدة ومع بعضنا. بالفعل يعني هذه الوقفة نفتخر فيها كلنا، والوقفة هي لها أهمية كبيرة، والوقفة هي وقفة تاريخية تتسطر في تاريخ هذه المنطقة، لأنه تاريخ هذه المنطقة مليان الحمد لله بطولات ومواقف مشرفة ومواقف بترفع الرأس، وهذه الوقفة تضاف لهذه المواقف. وبالمستقبل إن الله راد كمان كل ما احتاج المجتمع للوقفات هذه، المجتمع كريم وما بيبخلش. اللي نحن بنشوفه انه نحن هذه شو بيصير على المجلس بيصير على كل القرى، وان الله راد ما حدا يعني له جميل اذا وقف، لان هذه وقفه للكل. وطبعا دائما سواء بالمواقف الوطنية او المواقف الاجتماعية، ضمانتنا هي واحدة وكنا بنعرفها، هي وحدة صفنا وتعاضدنا ووقفتنا في جنب بعضنا البعض. يا رجل الله يوفقك، شو احلى من هيك موقع وقفة وطنية بالنسبة للموضوع هل مشايخنا واقفين هالوقفة هيك. الو، الله يخلي لنا اياه ونوفقهم ونوفق الشباب كله. كمان الشباب مش الله يوفق الجميع. ايه معلوم في كل جيل طراهن قدوة نظموا، حياهم الرحمن أبطالا تزينهم بيض العمائم، والبطار والقلم أهل التقية أهل الحق شيمتهم، الفخر والمعروف والكرم. لنا الكرامة نرعاها، فإن خدشت نهب كالأسد الزقار كي نردي، فالدين والعرض والأوطان لنا هبة حقا لأجلها أرواحنا نفدي. الله حياك.